السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. اليوم جبت لكم طاجين الجلبانه. اليكم المقادير، نبدا على بركه الله. بسم الله، عندي الجلبان، عندي طرف الدجاج، عندي زروديه قطعتها، عندي البصل، وهنايا عندي الحرور والزعفران والكركب والسكنجبير والقرفه. بسم الله، نبدا على بركه الله. نديروا الدجاج يتقلى، ندير الزيت يسخن، درت الدجاج يتقلى، درك ندير البصل نقليه مليح، ندير الزروديا، ندير التوابل، الزعفران، السكنجبير والفلفل الأسود، نطلبو الجلبان. نمرقو بالماء سخون، نضرب شوية من السخون، منكتروش، ضربو كنوجدو زدر تاع الدجاج. عندي زدر تاع الدجاج، نص زدر تاع الدجاج، رحيته زوج مغارف شابليو، مغرف موتارد، سنينة توم، إيبيس تاع الدجاج، وشوية كركم، والسكنجبير، والحرور. نخلطو قاع هاد المقادير، نخلطوهم مليح. وهذا الزدر تاع الدجاج نديره في الليمون تاع السيليكون، تاني نستعملوهم شي غير الحلوى، نديروهم هنايا ونديرو في الفور غير شويه ينشف، ما تحمروش كاع. نستغلو هذا الليمون، ماشي غير كاطو نديرو فيهم، انا غير نشرو وندسو. ندخلوهم نطيبو غير شويه غير شويه غير باه ينشفو، ما بغيتش ندير فيهم البيض، خاطر البيض يواسيلهم كاع لا فورم تاعهم. الجلبان راه وجد وراه طاب، درت له غير شويه سكر، نص مغرفه صغيره، وهادو وجدوا. دوك نديرهم غير في المرق يشربوا شويه، يشربوا المرق، نعاودوا نرجعوهم نقصوا عليهم باش يشربوا المرق. الجلبان راه وجد، وهنا عمرت هادو، درت شويه جبن ابيض مع شويه حليب وعمرتهم. وبالصحه والراحه، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي. وشكرا.